نينوى وما محافظة النكبات والمآسي التي لا تزال مبانيها تستصرخ من يلتفت لها، وما تزال مدنها وخصوصا حاضرتها تبكي بدل الدموع دما لضياع السنوات دون إنجاز شيء كبير في ملف إعمارها. إحصائيا خلفت معارك تحرير الموصل خرابا بنسبة تقارب 80% من مبانيها. منذ 4 سنوات تقريبا ظلت جهود الإعمار تراوح في مكانها، بل أثيرت حولها العديد من الشبهات، وقيل ما قيل عن وجود جهات تتقصد تأثير إعمار المدينة، فضلا عن ما تردد في الكواليس عن ملفات فساد هائلة رافقت ملف الإعمار. مؤخرا قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا لإعادة إعمار الموصل، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وعضوية وزراء المالية والتخطيط والإعمار والإسكان والبلديات ومدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة ومحافظ نينوى. ولم تحدد الحكومة طبيعة مهام اللجنة العليا أو ترسم موازنة مالية محددة لها، لكن هناك من قال بأن اللجنة ستتولى بداية رسم خريطة بالمشاريع الأكثر أهمية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات مدمرة، وصولا إلى قطاع السكن الذي يمس سكان المحافظة بشكل مباشر والعدد الكبير من المنازل والوحدات السكنية المدمرة. قبل ذلك بأشهر عديدة أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مبادرة أحياء روح الموصل لإعادة إعمار المباني التراثية المدمرة وعلى رأسها المساجد والكنائس. وفي حينها كانت منظمة اليونسكو تعمل في تشغيل حوالي 3000 شخصا حتى انتهاء المشروع المستمر ل5 سنوات، إضافة إلى وضع خطة لتدريب عدد من أهالي الموصل على كيفية صيانة الأبنية التاريخية والتراثية حتى يتم دمج الحداثة مع الحفاظ على التراث. نعم، للموصل مأساتان تعاني منها. الأولى هو تدميرها في معارك داعش وعلى أيدي ذلك التنظيم الإرهابي. الثاني هو بقاء خرابها كل هذه السنوات.